وصعدت البرازيل إلى الدور النهائي، ولا بد أن إيطاليا روعت وهي تجد نفسها في مواجهة ذلك العملاق. واحتشد 107,000 متفرج في استاد أستيكا بالعاصمة مكسيكو لمشاهدة نهائي كأس العالم لعام 70، وقدر لهم أن يشاهدوا عرضا مدهشا في كرة القدم الهجومية. What a shot that was from Riva, Luigi Riva. Rivellino for Brazil. Everaldo coming on his left side. Forward in front of him is Tostel. In the middle, Herzino number 7, Pelé number 10. Tostel with a cross ball, Bacchetti away. Bacchetti following that number 7. There he is. Bacchetti following the number 7, Herzino, wherever he goes. Rivellino, watch Pelé now. What a beautiful goal for Pelé. El Rey Pelé. 100 goals. الهدف الأول أحرزه نجم البطولة. إنها لحظة تاريخية، فهو الهدف رقم 100 الذي أحرزه بيلي للبرازيل. Herzino faced by Sacchetti. Touch off Mazzola actually. Now to Pelé. Pelé in a very tight situation and Bergman's getting it away. قبل أن ينتهي الشوط الأول بثماني دقائق، استفاد بونينسيجنا من عدم تركيز المدافع البرازيلي بريتو. وخلافا لكل التوقعات تعادلت إيطاليا. And it's Rivellino, right foot, hit the bar. Picking up Carlos Alberto. Clodoaldo is going over to join him. But Gerson is free in the middle. That's a good ball, except the left side going now. Everaldo. Gerzino. Gerzino faced by Facchetti. Here goes Gerson. That's a good shot. واستعاد جيرسون وقد أدى مباراة هائلة الصدارة البرازيلية في الدقيقة 65. كما أنه أحرز الهدف الثالث للبرازيل. ودخل جيرزينو تاريخ كأس العالم بعد أن أحرز هدفا في كل مباراة لعبها. البرازيل حولت المباراة إلى استعراض لفنون الكرة عند أعلى مستوياتها، وكان الهدف الأخير عنوانا على العصر الذهبي للكرة البرازيلية. Oh, it's not a bad ball for Pelé on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto puts this game surely well beyond the reach. And there's people being chased all over the field. There are players on the park. There are spectators on the park. وللمرة الأولى شاهد ملايين البشر المباراة النهائية عبر التلفزيون. المباراة كانت من جانب واحد، لكنها كانت متعة للعين. وبطريقته الخاصة وضع بيلي خاتمة للمنافسة الدولية كلاعب. الجماهير وهي تحتفل كانت في الحقيقة شاهدا على حدث تاريخي. الفريق المنتصر هو أعظم فريق لعب كرة القدم. البطولة كانت الأفضل في تاريخ كأس العالم.